السلام عليكم. النهاردة هعمل ريش مشوي في الفرن. معايا 1.5 كيلو ريش بقري، باربيكيو صوص وشوية توابل وعسل، طماطم وبصل وثوم وروز ماري. هفرم بصلتين كويس جدا في الخلاط، وهفرم 3 طماطمات و5 فصوص ثوم مع بعض. كل ما الحاجة بقت أنعم كل ما اللحمة اتبلت أحسن. هحط 3 عيدان روز ماري من غير لما أقطعهم، ولو في ملح خشن هيبقى أحسن. شوية فلفل أسود، هنحط معلقة صغيرة قرفة وجنزبيل لو موجود، بابريكا وشطة، و3 أو 4 معالق من الباربيكيو صوص. أنا بحب الميكس بتاع الحاجة تبقى مسكرة وسبايسي في نفس الوقت، وعشان كده هحط معلقة صغيرة من دبس رمان ومعلقة صغيرة من العسل. دول لما بيتحطوا على الحاجة وهي بتتشوى بيبقى طعمها أحسن بكتير. هحط معلقة زعتر، وهبتدي ان انا اتبل اللحمة. هغطيها كويس جدا بالتتبيلة وهسيبها على الاقل 2 ساعة. انا هعمل نص الكمية بس النهاردة. هرش رشة زيت زيتون، وهغطي الريش بورق الزبدة بالمنظر ده، وهحط عليها ورقة فويل علشان تكتم الحرارة وكلها تتسوى كويس. هحطها في الفرن لمدة 3 ساعة على 225، وهحط 3 معالق كبار من الاسترتش في طبق، وعليها 2 معالق باربيكيو صوص تاني ورشة شطة. التتبيلة دي هحطها وهي لسه مخلصتش سوا علشان هتديلها فينش حلو جدا. هطلع الريش بعد 3 ساعة وهفرد عليها الصوص، بس مش هغطيها عشان انا عايزها تعمل الوش بتاعها. هرجعها في الفرن تاني على 250 اعلى حاجة عندي، وبعد ربع تلت ساعة كده هتكون خلصت وهتكون زي الزبدة. هعمل سلطة زبادي جنبها تكون حاجة فريش كده. هقطع خيارة رفيعة جدا وهحط عليها 3 أو 4 معالق من الزبادي، ملح وخل وسماء وليمون، وهقلبها كويس جدا مع بعض، وهي كده تكون خلصت. حاجة برضو لذيذة بحب أعملها على جنب، بقطع طماطمية وحط عليها ملح وشوية ليمون وكمون، بيعملوا بالانس حلو مع الحاجة المشوية. عملت طبق جانبي رز بالسكر زي عملته قبل كده، هحط اللينك بتاعه. كده أكون خلصت الطبق ده. ريش زي الزبدة، بتتقطع بسهولة جدا وطعمها حلو جدا عشان تبلناها لمدة 3 ساعات. أتمنى لو الوصفة دي عجبتكم تعملولي لايك وفولو وشير. جربوها وقولولي ايه رأيكم، وبالهنا والشفا.